الديليما غادي يكون عبارة عن أخيناطون مر أزرق أو تحدي أخيناطون. أغلبية يوتيوبرز داروا هاد التحدي. المهم بلا ما نطولوا عليكم، شوفوا الفيديو بلا نطولوا مقدمة، شوفوا محتوى الفيديو في الداخل. بيس. السلام عليكم خوت، دابا رجعنا لكم. دابا غادي نجيبو دابا أيمن سيمباي، دابا غنجيبو دابا في التحدي ديال أخيناطون. تابعوا معايا الفيديو، راه الفيديو غادي نحطو لكم هنايا السكرين، غادي نحطو لكم هنايا، غادي تشوفوه. لا كيقول السؤال هو هل الشخصية وانت؟ لا بطبيعة الحال. هل الشخصية قدرة على الكلام؟ نعم. هل الشخصية عدد، هل ألفت الشخصية عدد من الكتب؟ لا. هل الشخصية على معرفة من الشخصيات بك؟ لا. هل الشخصية حقيقية؟ نعم. هل تعمل الشخصية في مجال مرتبط بالمصارعة؟ لا. هل الشخصية مشهورة بسبب ألعاب إلكترونية؟ لا. هل الشخصية عربية؟ نعم. هل الشخصية من أصول سعودية؟ لا. هل جيل الشخصية فوق 50 سنة؟ لا. هل كان للشخصية دورا في فيلم؟ لا. هل الشخصية من أصول مغربية؟ نعم. هل شهرة الشخصية مرتبطة بكرة القدم؟ لا. هل تحترف الشخصية الغناء؟ لا. هل الشخصية يوتيوبر؟ نعم. هل الشخصية سامية للجسم؟ لا. هل الشخصية علاقة بالأشباح؟ نعم. هل الشخصية تحب الأماكن المهجورة؟ نعم. كما شفتو الخوت جابو أيمن سيمباي، جابو دابا. المهم دابا غنمشيو نقلبو ونجيب، نحاولو نجيبو فيصل فلوك. كيقول هل الشخصية يوتيوبرز؟ نعم. هل الشخصية من أصول مغربية؟ نعم. هل تمتلك الشخصية قناة خاصة بالألعاب؟ لا. هل تعتقد الشخصية ملابس نسائية؟ لا. هل الشخصية سامية للجسم؟ لا. هل سافرت الشخصية خارج بلادها؟ نعم. هل الشخصية تمتلك سيارة؟ لا. هل هذه الشخصية تعيش بمدينة أكادير؟ نعم. هل الشخصية تحب الاستكشاف؟ نعم. هل اسم الشخصية من أسماء الأنبياء؟ لا. هل الشخصية فلوجر؟ نعم. كما شفتو الخوت هو جابو فيصل فلوج يوتيوبر، فيصل فلوج يوتيوبر مغربي. دابا غنمشيو نجيبو جمال ألفا دابا. هل الشخصية أنت؟ لا. هل الشخصية قدرة على الكلام؟ نعم. هل ألفت الشخصية عددا من الكتب؟ لا. هل الشخصية على معرفة شخصية بك؟ لا. يعني واش كيعرفني؟ هل الشخصية حقيقية؟ نعم. هل تعمل الشخصية في مجال مرتبط بالمصارعة؟ لا. هل الشخصية مشهورة بسبب ألعاب إلكترونية؟ لا. هل الشخصية عربية؟ نعم. هل الشخصية من أصول سعودية؟ لا. هل جيل الشخصية فوق 50 سنة؟ لا. هل كان الشخصية دور في فيلم؟ لا. هل تحترف الشخصية الغناء؟ لا. هل الشخصية يوتيوبر؟ نعم. هل الشخصية من أصول مغربية؟ نعم. هل رأس الشخصية أصلع جزئيا؟ نعم. هل الشخصية سامية للجسم؟ نعم. هل تضع الشخصية قبعة رأس من نوع ما؟ نعم. هو جابو جمال ألفا يوتيوبي مغربي. دابا غنجيبو العزاوي، العزاوي فاميلي القناة ديالو. هل اشتهرت هذه الشخصية عن طريق اليوتيوب؟ نعم. هل الشخصية مشهورة بسبب الألعاب الإلكترونية؟ لا. هل الشخصية أنت؟ لا. هل الشخصية من أصول مغربية؟ نعم. هل الشخصية سامية للجسم؟ نعم. هل تضع الشخصية قبعة رأس من نوع ما؟ لا. هل الشخصية متزوجة ولديها أولاد؟ نعم. هل الشخصية تعيش في مدينة مراكش؟ لا. هل تظهر الشخصية على شاشة التلفزيون؟ لا. هل سافرت الشخصية خارج بلادها؟ لا. هل قامت الشخصية بتأليف عدد من الأغاني؟ لا. هل تضع الشخصية نظارات؟
نعم، الشخصية تعريف والديك. لا، العزاوي فاميلي له علاقة بلون أسود. هو العزاوي فاميلي يقول لنا دابا إني واحد اليوتيوبر بحريني، القناة ديالو خاصة بالألعاب، ديال الألعاب، في عنده أكثر من 6 مليون أبوني. المهم غنجيبوه. مهم، هل الشخص له قناة خاصة في موقع اليوتيوب؟ نعم. هل الشخص من أصول مغربية؟ لا. هل الشخص من أصول سعودية؟ لا. هل الشخص هي أنثى؟ لا. هل الشخص مشهورة بسبب الألعاب الإلكترونية؟ نعم. هل الشخص من أصول سورية؟ لا. هل الشخص هي عربية؟ نعم. هل الشخص من أصل عراقي؟ لا. هل الشخص من أصول مصرية؟ لا. هل تعيش الشخصية في البحرين؟ نعم. هل الشخصية يلعب ماينكرافت؟ من الممكن. هل تضع الشخصية قبعة رأس من نوع ما؟ نعم. هل تلعب الشخصية روبلوكس؟ من الممكن. هل ترتدي الشخصية قبعة عادة؟ نعم. هل تحترف الشخصية تمثيل كوميدي؟ لا. هل ترتدي الشخصية قبعة رياضية معظم الوقت؟ نعم. هو سيد شبكة ألعاب العرب. نعم، هو جبنا دابا هذا آخر شخصية عندنا في هذا الفيديو جبناها. المهم هذا هو الفيديو ديالنا، نتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتدعمونا بشي لايك وشي تعليق زوين. المهم إذا بغيتوا شي شخصيات يجبدون لينا كاين الطور، إذا بغيتوا نديرو فيديو آخر اكتبوا لي الشخصيات في كومونتير. المهم غادي نحاول نجبد على الاقل 5 شخصيات حتى الفيديو يجي ان شاء الله. ما تنساوش تشتركوا وتابوناو وديروا لايك وبيس لكم.